الله والصلاة والسلام على رسول الله. محسن القوان رئيس جمعية أمل شباب مراكش للتنمية المستدامة بمدينة مراكش. درنا واحد اللقاء إعطاء انطلاقة تظاهرة رياضية ثقافية بمدينة مراكش بشراكة مع دار طفل بابومات وفعالية المجتمع المدني بمراكش والمديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة بجهة مراكش الأسفي وولاية مراكش الأسفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عمالة مراكش والمجلس الجماعي وجمعيات وفرق رياضية. إن شاء الله عز وجل اليوم الثاني من فبراير 2019 كان انطلاقة ديال التظاهرة اللي فيها المكونات ديالها اللي هي كاين أنشطة رياضية جماعية اللي فيها دوري كرة القدم، دوري كرة السلة، دوري كرة اليد، سباق على الطريق، وعندنا عروض في الفنون القتالية اللي هما الجيدو، الكاراتي، الملاكمة، الأيكيدو، ورشة تعلم السباحة التطبيقي في مجال الورش ديال تعلم السباحة وإنقاذ الغارق. وعندنا في الختام يكون تتويج المشاركين وتكريم مجموعة من فعاليات المشاركة والفعاليات الرياضية السابقة بمدينة مراكش، لا بالنسبة للرياضة كرة القدم، كرة اليد، العدو الأبطال اللي دازوا عندنا في العدو وفي الملاكمة في الفنون القتالية. من هذا المنبر وجهنا عدة طلبات لدعم هذه التظاهرة، ومن هذا المنبر أشكر السيد والي جهة مراكش الأسفي وأشكر السيد المدير الجهوي لوزارة الشبيبة والرياضة بمراكش وأشكر الإدارة لإدارة طفل بابومات على احتضانها لهذه التظاهرة إن شاء الله عز وجل. وتنشكروا جميع فعاليات المجتمع المدني ما يفوق 30 جمعية مشاركة في هذا النشاط بأبنائها ومنخرطيها وأطرها. اليوم إن شاء الله كما سبق لي قلت لكم في هذا اللقاء أنه كان اليوم الانطلاق ديال التظاهرة، وجميع الإخوة اللي شكرنا راه تفاعلوا معنا وحلوا لنا البيبان ديالهم تحت التعليمات السامية ديال صاحب الجلالة أنه الشباب قاطرة ديال هذه البلاد هو المستقبل ديالها، هو الثروة ديال هذه البلاد هذه اللي حنا إن شاء الله عز وجل درنا التظاهرة باش هاد الشباب وهاد الطفولة نعطيهم ونفتحوا لهم أبواب ونجيبوا لهم أساتذة ودكاترة ومدربين رياضيين يأطروهم بجميع النواحي. وتنشكروا جميع الإخوان والمؤسسات اللي تعاونوا معنا، وتنتأسفوا لمقاطعة مراكش المدينة في شخص السيد رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة الأستاذ يونس بن سليمان والنائب الأول لمقاطعة المدينة. وضعنا طلب دعم لهذه التظاهرة اللي هي تتحتضن التراب ديالو، التراب ديالنا حنا مقاطعة مراكش المدينة التراب ديالو، هما من باب التواصل ومن باب أنهم يتمنوا هذه المبادرة ويتصلوا بنا ويعيطوا عنا باش يشوفوا اش اللي خصنا ويتعاونوا معنا كما تعاونوا معنا السيد الوالي مشكور من هذا الباب والسيد المدير الجهوي والناس الإخوان ديال المجلس الجماعي. هذا الناس ديال المجلس مقاطعة مراكش المدينة وضعنا الطلب اللي هو هذا طلب السيد مجلس رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة. وضعته مشيت كإداري كإدارة مشيت طقت الباب قسم التنشيط الثقافي فإذا بي لا أجد مسؤول على هذا القسم، هو في كونجي أو في عطلة أو في كذا، فإذا تكلموا مع من يوعلهم في الكتابة قال لك راه خارج كونجي ما كاينش كذا، قلت لهم واش كاين شي تينوب عليه؟ قال لك ما كاينش. اتصلت به شخصيا في الهاتف ديالو بحكم العلاقات والانفتاح ديال المجالس ديال الاخوان اللي مأطرين لقاءات، فاذا السيد رئيس مجلس مقاطعه المدينه لا يجيب، وارسلت له رساله على الخاص
ولا راه عندي في الاتيل ديالي. إذن هاد الناس هادو حنا ما بغيناش، حنا انا الا كان شي حاجه شخصيه ليا ما عاديش نطلبو، ولكن هذا مساله وحاجه تنمويه لمدينتنا خصو يتفاعل معنا. وهادو راه تعليمات ديال صاحب الجلاله، مجتمع مدني، منتخبون، رجال السلطه، جميع المؤسسات اللي هي ديال الدوله خصها تكون منخرطه في هذه الاعمال اللي هي تتهم الشباب. وانا من هذا المنبر احنا ما بغيناش نتكلموا على مسائل اخرى اللي هي تتهم الشان المحلي والتسيير ديال مدينه مراكش، انا تنتكلم على التظاهرة اللي هي من طمع جمعيه مراكش، جمعيه امان شباب مراكش للتنميه والسلام. ومن هذا المنبر تنوجه رساله للسيد رئيس مجلس مقاطعه مراكش المدينه والسيد النائب الاول ديالو باش يفتحوا الابواب ديالهم للشباب، لانه مدينه مراكش تعرفوا اطر وجمعيات عندها واحد الصدى، عندهم وليدات، عندهم اطفال اللي هما عندهم طاقات لا في الرياضه ولا في الثقافه ولا في. من هذا المنبر تنقول لهم انهم يفتحوا الباب ديالهم ويبقاو ساتين ويبقاو تيشتغلوا مع الناس ديالهم اللي تيدعموهم في الحملات الانتخابيه. انا هذا ما تيدعمنيش او ما تيصوتش عليا ما ندعموش، لا، حنا مهما تقنصتي رئيس وفزتي بواحد المجلس او فتي خصك تفتح لجميع الابواب كما سبق لصاحب الجلاله نوه بهذا الشيء وقالوا وذكر المسؤولين بانه انت كان مسؤول ولا اي مسؤول، انا نتكلم دابا على اي مسؤول، ولكن هاد الناس المسؤولين اللي ذكرت وشكرت تفاعلوا معنا وعندنا الادله وعندنا المسائل وعندنا انهم على راسهم السيد الوالي مشكور. هاد الناس هادو تيديروا اعمال وانشطه وخصنا ندعموهم. حنا شباب عندنا طاقات وعندنا افكار، ولكن ما عندناش واحد الدعم اللي هو نديروا بهذه الانشطه باش نفرحوا هاد الوليدات ونفتحوا لهم الابواب كما شفتوا اليوم في اللقاء، واللي اطروا مجموعه ديال الدكاتره، الدكتور عبد الجليل اميم اللي هو دكتور ديال التربيه في المجال التربوي، استاذ رشيد في المجال الرياضي، الاطر ديال دار الطفل، رئيس قسم الطفوله بالمديريه الجهويه الشباب والرياضه اللي هما جاو كانوا اليوم في هذا اللقاء عطاو فتحوا الابواب ديالهم وتفاعلوا معنا والطفوله تتفاعل. ولكن انا تنقول هاد الناس ديال المجلس رئيس مجلس مقاطعه مراكش المدينه علاش ما تفاعلش معنا خويا؟ علاش؟ وضعنا طلب سيروا معنا اداريا جاوبونا ولا حتى ما عندنا دعم ولا وتتصوتوا على الميزانيه دعم التنشيط الثقافي السياسي الثقافي الرياضي بمقاطعه مراكش المدينه اللي راه عندي انا هذاك الميزانيه ديال مقاطعه مراكش المدينه اللي فيه ما يفوق 50 مليون او 60 مليون فين تتمشي؟ الا ما كانش التنشيط ديال هاد الشباب والطفوله اللي عندنا في مدينه مراكش فين تتمشي؟ لا تيخدموا هما مع شي جمعيات، لا تيخدموا مع شي جمعيات ما تنشوفوهمش حنا، ما حنا كجمعيات وكمناضلين ديال مدينه مراكش وفاعلين جمعويين ومواطنين من الطراز الاول تنوجه هاد الرساله هاد الناس يفتحوا الابواب ويعيط عليك يقعد معك ويتحاور معك. لا ما طالبين والو، حنا ما طالبين باش تعطينا شي حاجه ولا حاشا ولله، حنا بغينا نخدموا هاد البلاد ديالنا تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله واياده، اللي هو في هاد الايام زارنا مدينه مراكش وراه جميع المواطنين وجميع الفاعلين الجمعويين وجميع الاطر وجميع الناس ديال مدينه مراكش فرحانين بهاد الزياره، والصحافه الطياره فرحانه، وحنا بغينا نعطيو شي حاجه لهاد البلد، ولكن تنقولوا الرساله لهاد الناس المسؤولين والناس المسؤولين الاخرى تفاعلوا وتنفذوا التعليمات ديال صاحب الجلاله. الا هاد الناس اللي قلت مجلس مقاطعه مراكش المدينه في غياب، واش هذا تماطل او هما ما عندهمش الكفاءات باش يسيروا مقاطعه مراكش المدينه في المجال، تنهضر على المجال الرياضي التربوي اللي تهم الشباب، اما المسائل التسيير ديال الشان المحلي هذاك باب اخر اللي جينا نهضروا فيه راه فيه كوارث وفيه هذا، نهضروا على هذا الباب. لو كي شفتوا اليوم هاد الوليدات فرحوا وبغاو وهذا الشيء، حنا تنعرفوا اطر اللي هما بغوا يشتغلوا، عندهم افكار وعندهم بغوا ينميوا راسهم في المجال الرياضي والمجال التربوي، ولكن من تلقاو بحالة العراقيل وتلقاو هاد الناس المسؤولين اللي هما عندهم كي تنقولوا عندهم باش يدعموا، عندهم منح وعندهم فلوس وعندهم، لا كاينين شباب وكاينين رؤساء جمعيات ومدربين وكذا ويشتغلوا ويعطيو شي حاجه لهاد المدينه، والشباب راه شفتوه اليوم راه في حاله يرثى لها، التعاطي المخدرات والسرقه، حنا هادشي ما حنا بعدا كمواطنين وكفاعلين جمعيات ما
ما ترضاوش والله الا تهضرنا قلبنا. انت تشوف مسؤول انت تتوضع عليه طلب وفيه برنامج ديالك وفيه كذا وكذا على اهداف وفيه الشباب ومحاربه الهدر المدرسي ومحاربه المخدرات ومحاربه السلوكات ومحاربه التطرف، ولكن باش ما يتجاوبوش معنا راه حشومه والله الا حشومه. وحنا راه ما بينا والو، راه ماشي تنطقوا عليك شي حاجه خاصه ديالنا ولا حنا تنطرقوا اداره اللي هي عطا الدستور ديالها عندها التدخل ديالها عندها ميزانيه تنشيط عندها ميزانيه ديال التسيير عندها كذا كذا. غتصوتوا على هذا المنتخب ولا شي صوتوا على هذه الميزانيه لما تدعم بحال هادشي اللي تيهم من الطفوله. احنا الطفوله تنشوفوها الان تعاني المتشردين المتسكعين الناس اللي تيمشيو للسرقه الناس اللي المخدرات. اذا شكون اللي بيحمي هاد الناس؟ الا ما حميناهمش حنا دورنا كمجتمع مدني وكمسؤولين. وكنجدد الشكر ديالي السيد والي جهه مراكش اسفي على التفاعل ديالو لهذا المشروع هذا البرنامج اللي وضعنا، لانه هو اللي فتح لنا الباب والمسؤولين الاخرين اسدوه لنا. وتنشكر السير ضوان خيرات اللي حتى هو تفاعل معنا وعطانا الوقت وحل لنا بابو وكان بيجي اليوم عنده التزامات مع الاداره وصيفط لي تينوب عليه والسي المنادي تنشكره حتى هو راه تفاعل معنا كنائب عمده تاع مدينه مراكش وفتح لنا حتى هو الباب والتعاون معنا. والمهم هضره كثيره وخير الكلام ما قل ودل. هذه رساله ديالي للمسؤولين ورساله ديالي. تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.